مثل المرجان صافي تقيم بالأخبار تعبك عيش ونص ودرار مثلك مثل المرجان مثلك مثل المرجان راك ذهب ولا نحاس لفضة تشبه رصاص ناوي بيك نعلي الساس راني مثل الشمعة اللي تخلاص اللي كسبك رابح ما خسران انت رزقي وانت الامان لون بهاك تعشق كل انسان سومك غالي في كل مكان مثلك مثل المرجان قال لي حل يا بابا ما نقدرش نموت في الحبس ما تطوليش ونخرجك من الدم راني سمعت بودنية كي حصلتي انتي وسميرة في ليلة سريقة نسيمة وش بك شوف ما بنتك سميرة هي تخرجها من الموضوع هبلت انت مهبول حنا نحتاجك انت ايه انتي تحتاجيني انا غير انا اللي نقدر نسلك باباك فتحت على المكتب صعيبة لازم تجيبيها علاش؟ فتحت على المكتب لازم يجيبه تفضلي يا نور وبس تخلص عليها أنا تخلص عليها من كل جهة خولة دايما تبع باباها قولها يا وليدي قولها بلي ماماك توحشتك نقدر نشوفك معدو سميرة ترى في المرجان ما امنتش راني تبهدلت وبابك بابا هذاك دايما هكا خولة يما سمحت في القضية تاع السرقة الحمد لله كيف ما هذا ربي ده ربي قولي خرج فيها ربي احكي لي بنتي يا ماما كون نقول لك لالا خولة حكموها تهرب في المرجان هي وسميها تاع سميرة المهم فرات الحمد لله رأي كيف باباها الحرام ساكنهم في دمه يا لطيف تخدمت عند باباها ها؟ كنت تخدم عند باباها؟ كنت الحمد لله انك ربي هنروح نبدل حوايجي روح وليدي شو نخدم؟ روح وليدي صح بالسلامة يا ريتني ما تبعت طريقك وخدمت معاك انت اللي كنتي تجري ورايا باش تخدمي معايا ايه كنت عامية ما نشوفش قولي لي درك واش راح يفيدوني الدراهم لو كان قعدت وحدي ما رانيش هنايا واش حابه تقولي يعني انا اللي بيعت بيك لو كان قفلتي فمك وقت التحقيق كنت نعرف نحلها ما تكذبش على روحك صابوا المرجان في الطوموبيل تاعك وتقولي لي نحلها نقول لك حاجه ورا السبابة العزيز غير أنا خارجة وانتي تكبري هنايا
تخش تعمل سباكس. طيب طيب خلاص. مصطفى مرحبا بك انت. مرحبا جوزي. سمعت واش صار خولة؟ نروح نجيب لكم حاجة باردة. هذا وين كنت عند لافوكا وقال لي باللي خولة سمحت في القضية على خاطر حكموها تهرب في المرجان. ربي دايما يحكم بالحق. صح انا ما قلت ليش. تفضل زيد فضلك. صحيتي ماما. ما حبيتش نقول لك، انا قلت حتى نتاكد باللي راهي رايحه صح تسمح وترجع لك حقك. هكذا ما رجعليش حقي. اسمعي يا رجع لك حقك. بعد ما سمعتهم يهضروا عليك رحت عند وليد خالتي هو اللي لقى لي الحل باش نسجلها. استعرفك يا نسيمة ربي يعيشك. المهم ها قولي لي والخدمة كيفاه؟ ملي دخلت خاولة الحبس حبست الخدمة. تقلقيش راحك، ان شاء الله خويا يفتح لي محل باه نخيط فيه وده بيا تكوني معايا ان شاء الله. ايش نبي شربين اليوم. هاكي يو خاتي. فضحتني سميرة. طفلة طفلة تخدم في التهريب. خويا سمعوا بها بديت. في الأمان ما شدك شيء؟ من كنت يا لالا؟ كنت عاد طبيبة. ما فهمتش عليها مقلقة روحك. راكي خلاص ما تجيبيش الولاد، هني روحك ولمي دراهمك. كل شي بيد ربي. قاعدة تكذبي، راكي عاقرة. عاقرة؟ إيه مالا كيفاش حملت المرة اللي فاتت؟ ما حملتيش خلاص، كذبتي كذبة وأمنتيها. حتى في الحالة اللي رانا فيها ونسالك تستشفي فيا. روحي بدلي وجهك. كاين ربي. قلت لك خرجي عليا. ما شفتيش صالح اليومات اللي فاتوا؟ صالح وين راح نشوفه؟ على بالك عيط لي في التليفون. كيفاش عيط لك؟ راني حايره شكون اللي مدلوني ميغو التليفون تاعي. ما تقوليش راكي تشكي فيا. محال نمدولو. شكون قالك اني شاكه فيك؟
راك تشوف. واش درتي هكذا يا خولي؟ علاش؟ راني مظلومة. كيفاش؟ مرجان في الكروسة تاعك تقولي لي مظلومة؟ متقدريش تقولي له لا لا، راني متأكد بلي عنده دخل في السرقة هادي. عندك افوكا؟ ايه جاب لي بابا. يا افوكا تاع بابا كان نعرفهم، لا حبيتي نشوف لك واحد منها. اللي جابه لي بابا يقدر يخرجني. دبري راسك كي تعرفي واش داري. ما تخافيش. وكيفاش ما نخافش؟ تبعي واش قال لك. ودراهم مدهم لولدي خميسي. فاحبريش بالحكاية هذه بصح عطيك تليفون وحقك. الو وي فوت هذي. الو درك نفوت لك واحد واسمعي مليح. شوف نفوت لك امك كلمه واحده ما تزيدش تعاود. ماما ماما. الو نظن سمعتي واش حاب نقول. راك سلكت من الموت، راك معانا هنا حتى يحكموا على امك، مفهوم؟ وفا حبيت نصرحك بحاجة، وأنا متمنى تفهميني برك. تفضل. عبرك أنا عرفت حدا في حياتي حبيتها بزاف، ولليوم زي نحبها ما خدش نساها. ملا ولا ما قعدتش معاها؟ خسارة خدعتني، وراني متمنى ننساها معك. عاونيني باش ننساها برك. مس الخير. مس النور الفلي والياسمين. تفضلي. قولي واش تعرف على الحكايه اللي صارت لبابا؟ ارتاحي، جيب لك حاجه تشربيها. مانيش جايه نقعد نحكي معاك، جيت نعرف واش كاين ونروح. نجيب لك حاجه تشربيها بعد نهضروا. جيب اللي تحب. وهيب الماء. قرع الماء. هيا هضر لي واش عندك. لو كان تعرفي واش صرالي بوصلت الحوايج اللي سلكوا باباك من الحبس. قول لي واش كاين وما تحكيليش قصة حياتك. في الاول لازم تعرفي ولا درت هاد الشيء كاع. راني نسمع. سيليا راني نحبك. انت تحبني؟ انا نحبك بزاف، وعلى جالك رسكت بدراهمي وبحياتي باه نوصل لحوايج اللي سلكوا باباك من الحبس. قول لي شكون اللي حط له المخدرات؟ عندي شرط. اشرط. تتزوجي بيا. هبلت. ريحي ناس تشوف. نداير لي فيلم وتقولي نعرف الناس وباباك باه تتزوج بيا وانت ما على بالك بوالو.
على بالي بكلش، والشرط هو هو تتزوجي بيا. انت ما راكش مليح. راه معولين عليه يطيحوه يطيحوه. خمي مليح في باباك. أنا خايفة على سي العربي. ما أنت ما تخافي، أنا داير حسابي لهذا الشيء. خايفة؟ قلت لك ما دامك معايا ما عندك ما تخافي. اسمحي لي حسبتك وحدك. سامحوا لي أنا نروح. تفضلي. واش هاد الهضرة اللي سمعتها؟ واش سمعتي؟ مدامني راني هكذا ما تخافيش. واش يا سي عماد وليت تدافع على الناس؟ تخمامك راح للبعيد، كنا نحكيو امر خدمة هذا ما. واش الخدمة عماد؟ مادامك راك معاها ما تخافش. يا منال. خلاص خلاص هذيك الكلمة. منال. والله بالصحة على بالك ما عييت في الفواياج. والله واش نهضر لك. المهم وصلت. على باب لي ما قلتلهمش في الدار. ما كانش منها. حبيت نديرها مع الغفلة. اه مليحة مالها. نقول لك صح. ما كنتش حاسب كاع ربي سهلها لي وتفرج بالخف. يا توفيق شوف الله غير على قد قلبك. كون جا واحد آخر في بلاصتك كون خلانا ما كسرش راسو علينا خلاص. هاكي حشمتينا يا نروح. هيا. الجيري هيا. شفتي سميره؟ لا تحاولي تفهمي، لا حبيتي تستشفين قبل ما تهضري وزني كلامك. وليتي تعرفي تردي. لو كان ما خرجكش من هذا الدار دموعك على خدك ما تسماش فاطمه. وش هي منك اليوم؟ الحمد لله يا وليدي توحش داري. رايحة نخرجك بصح لازم تسمعي كلامي. هاني نسمع. يا كان مهنتي نتهلا في صحتك صح ولا لا؟ لا صح يا بنتي. وباش ترتاحي لازم تروحي مع عيسى الأوتيل شباب باش تريحي. أنا نروح لداري توحشت بنتي. انا شرطي تروحي مع عيسى من الاوتيل مليح ومن بعد يديك وين حبيتي. واش راك يما قولي. ما نقدرش نقول ايه. نروح للدار نشوف بنتي اذا رحت معاك من الاوتيل هذا يعني مازال ما بريتش. حملتي هادشي كامله واش تحبيني ندير؟ ما نشحب عن خرب حياتي مع نبيل. ايه بصح لازم يتبدل اللي عليه على خاطر وحده كيما امو قادره تطلقك في نهار. قادره ديرها عطاربي بنتها في الحبس تغلق فمها وتسكت. مفهمتش البشر هادو ما يديروا الخير ني في ارواحهم ني في ولادهم. نوصيك تكتبي معه. ليلى انا خليك تبعتني واحد. ليلى
واش بك ترمي في الورق؟ حاجة تفرح. ولا واش خديتكم عاد باش تعرفي ترسمي؟ واش كاين ليلى؟ ماشي وقتها، خلينا نفرحوا بك سميرة. لا لا لازم تفهميني واش كاين، ما كاش واحد يفهمني واش كاينة. عماد وحده كان معاه أمين، سقسيتك إلا راه وحده، جاوبيني وقولي إيه ولا لا لا هذا ما كان. الو صالح لاباس، لازم هاد الايامات تجيب لي المرجان باش نخلف اللي طاع. يعني مادامك رجعت تخدم راك فريت هالخوله. مازال بصح والو كبتك محروقه لازم تخدم. لازم يكون عندنا المرجان بالخف. لازم تصبر عليا يا مات. ما تطولش عليا برك. راني نعيط لك. يا حميد بالعقل، مو فاهمة بالعقل. هذا كلام قوليه لولدك. يا بابا فهمني، سميرة حكمها بالمرجان، وبابا يخدم عند واحد حاطينه في لستة المهربين الكبار. أنا صحافي. ما عندهم ما يقولوا، أنا حوات ونخدم في الحوت. يا بابا قدر نخسر سمعتي، راك عبالك واش تعبت باش وصلت للبلاصة اللي راني فيها. كلام اللي قالوا صواب. بابا تعيش، حبس الخدمة معاه، راني واجب باش نصرف على الدار. أنا ما نحبش الخدمة مع جمال، وسيب ما نسمعش هذا الكلام هذا خلاص. أختي تهرب المرجان، بابا يخدم مع مهربية تاج المرجان، هذه عائلة التهريب بادي. هكذا بالك تفيق. وتعود توزن كلامك. معليش يا وليدي، بابك تغشش راك تعرفه. صح مثلك مثل المرجان.